بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على الرسول الهادي الأمين وعلى الآل والصحب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى أن يبارك فينا وفيكم، وأن يجمعنا على الخير دوما، وأن يرفع عنا ما أهمنا وما ألم بنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. بمناسبة هذا اليوم، اليوم الأول من شهر نيسان أو إبريل، وما يشاع عنه أنه يوم الكذب العالمي، وكيف أنهم سوف يكذبون فيه، الأجواء لا تسمح بهذا المزاح، ورب كلمة لا تلقي لها بالا تزجي بك في النار وتلقي بك في النار 70 خريفا، وكما قالوا في الأمثال والحكم، رب كلمة تقول لصاحبها دعني. فحرب الإشاعات نريد أن نسلط في هذا اليوم، يوم الإشاعة ويوم الكذب العالمي، نريد أن نتكلم فيه بنصيحة تهدي نفس أنفسنا وتهدي أمتنا، كيف نتصرف مع مثل هذه المواقف إذا كانت فيها مخالفة للشريعة الإسلامية. نستضيف في هذه العجالة شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو خبيب عمار بدوي، مفتي محافظة طول كرم، ليتحدث معنا بهذه المناسبة، مناسبة يوم الكذب العالمي، كما يريد أن يروج، وموقف الإسلام والمسلمين من الإشاعات وترويج الكذب. فليتفضل، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكذب بحد ذاته يعتبر إثما وحراما وطريقا من الطرق التي تؤدي إلى جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وهذا اليوم ما في عندنا يوم واحد نيسان كذب، واحد أيار صدق، واحد تقسيم السنة أو الأشهر على مناسبات وهكذا. نحن الآن نعيش في ظروف استثنائية وصعبة، الشعب لا تستحمل أو لا تحتمل أعصابه الكذب، فيحطوه كذب من العيار الثقيل تهد أركانه وتزرع الفتنة فيه وتجعل معنوياته في أسفل السافلين. ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأي خبر لابد أن نرد الخبر إلى أهله، فهم أعلم في صحته من كذبه أو بطلانه، وأعلم بأثاره. أما سمعنا أي خبر ونبدأ الألسن تتناقله، ووسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي تنقل الخبر، إثر الخبر مع التبهير والتعظيم، وأيضا وضع عليه الخلطات الزائدة، فهذا يهد من كيان الناس ويفت في عضدهم. وديننا قائم في الأساس على رفع المعنويات. كل توصيات المختصين من أطباء ودارسين يوصون في هذه الظروف بعنصر الأمل، وهو رفع المعنويات. عنصر الخوف والشقاق والنزاع وعنصر الكذب وتهبيط المعنويات هذا مدمر، يدمر نفسيا، مما يجعل النفس تتقبل أن تنهار. ولذلك هذا الكذب حرام، ولا بد ولا يجوز أبدا أن نتناقل الشائعات. ربنا قال: ولا تقف، أي تتبع، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه وصية حذرة ينبغي أن ننتبه إليها حينما تنقل الإشاعات أو الأكاذيب في واحد نيسان أو غير نيسان. نسأل الله أن يجمع صفنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد بين صفوفنا، وأن يرعانا برعايته، وأن يحفظنا بحفظه إن شاء الله تعالى. إذن إخواننا الأفاضل، يجب أن نقدر المواقف قدرها، وأن نحرس أمتنا في روحها ونفسها ومعنويتها، وأن نذب عن أعراض إخواننا، لأن من ذب عن عرض أخيه المسلم ستر الله عيوبه ودفع الله عن عرضه، ويسر الله لهذا الذي يذب عن أعراض الناس من يذب عن عرضه ويدافع عنه في حياته وحتى بعد مماته. إخواننا الأفاضل، التحذير من الكذب ونشر هذه الإشاعات
آيات كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، آثار كثيرة تحذر، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذا كتب عند الله كذابا، بماذا يوحى إلى أهل الأرض وماذا يلقى في أهل الأرض؟ ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إن شاء الله تعالى صادقا. نحن أمة صادقة، ندعو إلى الله سبحانه وتعالى في حياتنا، نلتزم شرع الله سبحانه وتعالى ولا نحيد عنه قيد أنملة، سيما في هذه الأيام التي أحوج ما نحتاج فيها اللجوء الصادق والقرب الحقيقي واليقيني من الله سبحانه وتعالى. إخواننا الأفاضل، نستودعكم الله إلى أيام قادمة حلوة وفيها الفرج وفيها النور وفيها السناء والرفعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.